معايا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق. كابتن احمد مشرف ومنور. الله يخليك يا كريم، ربنا يخليك. رايك فيما حدث اليوم من النادي الاهلي امام صن داونز؟ لا هي طبعا احنا يعني مش عايزين نقصوا على يعني مش مباراه يعني خلينا يعني انا مش متفق معاك على بعض الحاجات اللي انت بتقولها ان ما عندناش لحيه وما عندناش، لا اللعيبه دي كسبت افريقيا مرتين وكاس عالم انديه وعملت انجازات كويسه جدا، لكن كره القدم فيها معطيات تانية لازم نفكر فيها، يعني جو المباراه وظروف المباراه ونيرف المباراه واللعيبه متهيئه نفسيا بشكل جيد ولا لا، وحاجات كتير يا كريم لازم نبص لنص الكوبايه المليان برضه، يعني مش عندنا لسه 6 نقط ان شاء الله النادي الاهلي ياخدهم ويبقى في نتيجه كابتن. طبعا ده حاجه وحشه قوي ان انا اقول كده ان احنا مستنيين نتيجه فرقه ثانيه، ولكن طبعا الوارد جدا ان النادي الاهلي يتاهل ووارد جدا ان النادي الاهلي نفسه على البطوله باللعيبه دي. يعني اللعيبه دي ياما اتكلمت عنهم انت شخصيا بشكل جيد جدا، صح صح، واتكلمت عن ادائهم واتكلمت عن بس هقول لك حاجه كابتن احمد، هقول لك حاجه وعايزك تناقشني فيها بعد اذنك. هي المشكله ان احنا ما بنتكلمش انه اللعيبه سيئه في المطلق، انا اتحدث معك وانا عارف انت راجل اشتغلت خبراتك على مدار سنوات طويله، انا بتكلم على اللعيبه ما عندهاش ثبات في المستوى، يعني اللاعب اللي انت بتقول لي ان انا اشدت بيه دوت، انا اشدت بيه في مباراه عملها عظيمه جدا. ما استنى ما استنى 3 4 مباريات. هنرجع الكلام، هنرجع الكلام بقى اتفضل لشكل المسابقه وسيستم المسابقه وهل هو مرهق ولا لا، وهل النادي الاهلي كان يلعب قبل 3 ايام، وهل كان يلعب بالسكواد الاساسي ولا ما كانش يلعب، وحاجات كتير جدا بقى احنا نتطرق ليها. ان انت بتهيئ الجو المناسب للعيبه ولا ما بتهيئش، ولا 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 هم اللعيبه معذورين، ولا دول مش الات، ولا دول مكان، ولا دول يعني هنخش في سكك انت عارفها واتكلمتوا فيها 100 مره قبل كده، ولكن مش عايزين نوجد اعذار، احنا عايزين نبص لنص الكوبايه المليان دلوقتي ان احنا مستنيين 6 بونت وان ربنا سبحانه وتعالى يسهل في مباراه الهلال ان شاء الله. محمد الشناوي رايح حضرتك في ايه؟ والله محمد الشناوي حال من حال الفرقه وحال الفرقه من حال محمد الشناوي، عايزين ندعم ونساند محمد الشناوي، ممكن الماتش الجاي هو اللي يكسبك والماتش اللي بعده هو اللي يكسبك، حارس كبير مش هنقيمه من مباراه ولا مباراتين ولا اخطاء ولا مش عايز اتكلم في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في الـ في الموضوع بالـ بالـ بالهشاشه دي او بالخيمه دي اللي ماشيه في الشارع واللي ماشيه في السوشيال ميديا. طب كابتن احمد لو انت مدرب حراس مرمى النادي الاهلي تمام، مش هغير حاجه، مش هغير حاجه، مش هتغير 3 ايام مش هجيب واحد من سنه قاعد لعيبه مباراه فيصليه عشان يكسبني عشان اتاهل، مع احترامي طبعا للعالي، علي بياخد في التويتات اللي زي دي وبيأدي وكل حاجه، بس انا لازم اهيئ الجو مناسب. شناوي حارس كبير وحارس ممكن يشيلك الماتش الجاي. طيب كابتن احمد لو هتقول حاجه للشناوي دلوقتي في اوضه اللبس هتقول له؟ هقول له لم فرقتك، لم فرقتك وارفعوا معنوياتكم وارفعوا راسكم، والنادي الاهلي عمره ما بيرمي فوطه، ولعبوا لاخر دقيقه وان شاء الله تكسب الفرقه، وان شاء الله الفرقه تبقى على قد المسؤوليه، وان شاء الله باذن الله نشوف الفرقه في النهائيات ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا.